أعلنت قيادات من المؤتمر الشعبي العام رفضها أي اجتماعات يعقدها الانقلابيون في صنعاء بزعم أنها تمثل الحزب، وأشارت إلى أن الانقلابيون يحاولون فرض قيادة جديدة للحزب بعد مقتل الرئيس السابق علي عبد الله صالح، وقد عقد ما يقارب 40 شخصا اجتماعا تحت حراسات حوثية مسلحة بهدف اختيار رئيس للحزب خلفا لصالح.